كلمة عند، عند، عنده تدل على إيش؟ ها؟ ها؟ لا ها؟ عند، إذا قلت الكتاب عندي وفلان عندي مش معناه؟ المكان، المكان، وهذا لا يثبته أهل الباطل ينفرون منه، الله لا مكان له، يقولون كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. شو معنى هذا الكلام؟ كان الجويني إمام هؤلاء، يسمون الجويني إمام الحرمين لأنه جاور في مكة وجاور في المدينة، وكان يوضع له كرسي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه، يتكلم في إيش؟ في الباطل، في تقرير العقائد الباطلة. فجاء إلى هذه المسألة وقال كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. عنده رجل من أهل السنة فقام أمامه فقال دعني من هذا، كان ولا مكان دعني منه، ولكن أخبرني عن أمر أجده في نفسي وتجده أنت وكل من قال يا الله يجد دافع يدفعه أنه يطلب ربه من فوق، ما يطلبه يمين ولا شمال ولا تحت ولا، كيف أدفع هذه الضروع حتى أصدق بكلامك؟ فوضع رأسه على يده على رأسه وصار يبكي ونزل، قال حيرني الرجل، حيرني. يا عجب، يتعلم 60 سنة ثم يتحير من كلمة حار، يدله على إيش هذا؟ يدل على أن الأساس فاسد، الأساس فاسد المبني عليه. فالمقصود أن كلمة عند تدل على المكان، والله جل وعلا فوق العرش، مكانه فوق العرش، وهو عال على خلقه، ليس معنا في أنفسنا ولا في أرض ولا في أماكن التي لا يكرمون الله عنها، تعالى الله وتقدس، فيجعلونه في أجوافهم وفي المراحيض وفي كل مكان، تعالى الله وتقدس.